السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حاجه سامبل، سهله مهله، ولكن عجبت الوليدات وفرحوا بها بزاف، وجاتهم شي حاجه كبيره بزاف. مهم، انا بغيت نبارطاجيها معاكم. صراحة كتجي زوينة في المنظر وكتجي حتى لذيذة، حيت تجيك لاباط فيتي مع النوتيلا كتجي لذيذة بزاف. اللي هي غادي نديرو سابان دو نويل، ولكن كتكال غادي مغنحتاجوش فيها بزاف المكونات، بحيث انك تقدري ديري بها بزاف ديال الاشكال. انا الصراحة كندي فنين كيكون هكا النويل في الكوتي ديال الدراري، كندير ليهم هكا سابا. ومنين كتكون وسط العام، حيتاش كتجي لذيذه، داك الشوكلاط مع بات فيتي كيجي لذيذ بزاف، كنديرها على شكل ورده. شي نهار ان شاء الله غادي نشاركها معاكم، كتجي ورده زوينه بزاف، وفي المنظر وتا في المذاق كتجي لذيذه. نمشي ونشوفوا المكونات اللي هما بسيطه وما غنحتاجوش شي حاجه كثيره ديال المكونات. لاباط فيتي اللي خدمت بيها شريتها باش تجيني ساهله الخدمه، حيتاش هاد الايامات كتبقاي تخدمي بزاف بزاف بزاف، فبهذا شويه عييت قلت غادي نجهز هادي اللي هي ساهله وما كتشدش اليد. هنايا احتاجيت جوج لي غولو او جوج ديال لاباط فيتي اللي هما موجودين في المحلات التجاريه، ونوتيلا، وصفر ديال بيضه. نخليكم مع المراحل في الصوره اللي هي سهله وواضحه بزاف. كنتمنى تعجبكم، كنتمنى تشوفوا الفيديو حتى الاخر. ومن بعد نرجعوا ملي نكونوا غنطيبوها باش نشوفوا المراحل كيفاش غطيب وعلى شحال درجه الحراره. خليكم مع الصوره. Thank you.
ندهنها بصفر ديال البيض قبل ما كندخلها الفران، كنزوقها هكا بالشكلاط باش كتجي لا ديكو ديال السابان، كتجي على شكل ديكوراسيون ديال السابان باش كتجي زوينه. كتطيب على درجة الحرارة 170 75 درجة دغيا، كتوجد سهلة في التحضير. كتجيب هاد الشكل هذا، منين كتخرج وكتبرد شوية كنزوقوها بسكر كلاصي، كتكون على هاد الشكل هذا. صراحة لذيذة وسهلة في التحضير ودغيا كتوجد. وهذيك لاباط فيتي مع الشوكولاط كتجي لذيذة بزاف، البنة ديالها فنة. صافي، كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، شكرا لكم بزاف، كنتمنى تكونوا شفتوا حسن الاخر. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ونهار جديد. بسلام عليكم.